إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من أمام عمالة بن سليمان. كما كتشوفوا لحظات قبل رفع العلم الوطني بمناسبة عيد الشباب وثورة الشعب والملك، حيث الأجواء رائعة وجميلة جدا مشاهدينا الكرام. إذا دائما الصورة أمامكم هذه الأجواء المباشرة من أمام عمالة بن سليمان، الصورة أمامكم حضور العديد من الشخصيات المدنية والعسكرية، أيضا حضور سيد عامل عمالة بن سليمان. فكيف ما ذكرت لحظات قبل رفع العلم الوطني، الصورة أمامكم على المباشر مشاهدينا الكرام. إذا دائما مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب عمالة بن سليمان، حيث الأجواء رائعة وجميلة جدا هنا من داخل عمالة بن سليمان لحظات قبل رفع العلم الوطني بمناسبة عيد الشباب وثورة الشعب، ثورة الملك والشعب. أمامكم الأجواء، حضور الشخصيات المدنية والعسكرية مشاهدينا الكرام. الصورة أمامكم على المباشر كيف ما كتشوفوا هذه الأجواء العامة من أمام عمالة بن سليمان. كيف ما ذكرت حضور عديد من الشخصيات المدنية والعسكرية، فهذه الأجواء هنا بقلب عمالة بن سليمان أجواء رائعة وجميلة جدا مشاهدينا الكرام. الصورة كيف ما كتشوفوا أمامكم على المباشر كيف ما ذكرت من أمام عمالة أو بداخل عمالة بن سليمان، أجواء رائعة مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. أمامكم الصورة، حيث المشهد جميل جدا ورائع. الله يحفظك. إذا دائما مشاهدي قناة شوف تي في، صباح الخير وصباح النور عليكم في هذا النقل المباشر من داخل عمالة بن سليمان لحظات قليلة، وسيتم رفع العلم الوطني بمناسبة عيد الشباب وثورة الملك والشعب. أجواء احتفالية رائعة جميلة جدا كيف ما كتشوفوا معنا، حضور وازن للعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية. أمامكم الصورة مشاهدينا الكرام كيف ما ذكرت، أجواء جميلة ورائعة جدا هنا بقلب عمالة بن سليمان. الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، أجواء احتفالية جميلة ورائعة هنا
إذن دائما الصورة أمامكم على المباشر مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي. كيف ما ذكرت أجواء رائعة وجميلة جدا هنا داخل عمارة مسلمان لحظات قبل رفع العلم الوطني. كيف ما ذكرت هذا الحفل يحضره العديد من الشخصيات المحلية، مدنية عسكرية، أيضا حضور ديال السيد عامل عمارة بن سليمان، سيد الكاتب العام، والعديد كيف ما ذكرت من الشخصيات البارزة على المستوى الإقليمي والمحلي. إذن هذه هي الأجواء كيف ما ذكرت قبل دقائق من رفع العلم الوطني. إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، صورة أمامكم، أجواء جميلة، أجواء رائعة هنا بمقر عمالة بن سليمان. صورة أمامكم هكذا هي الأجواء كيف ما ذكرت دائما الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام. كيف ما ذكرت أجواء رائعة وجميلة جدا هنا بداخل عمارة بن سليمان، جو رائع وجميل جدا قبل رفع العلم الوطني. أمامكم الصورة، أجواء احتفالية رائعة وجميلة جدا مشاهدينا الكرام. إذن هكذا هي الأجواء مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، فأجواء جميلة وأجواء رائعة هنا بقلب عمالة بن سليمان. الصورة أمامكم على المباشر مشاهدينا الكرام، دائما الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي. كيف ما تشوفوا العديد من الشخصيات اللي حاضرة لهذا الحفل هنا داخل عمالة بن سليمان. الصورة أمامكم، أجواء جميلة وأجواء رائعة هنا قلب عمالة بن سليمان أمامكم على المباشر. هذه الأجواء الرائعة، وأيضا الناس اللي غيقوموا بواحد الشيء جميل جدا اللي غتشاركوا معنا تو على المباشر مساهمين في هذا الحفل. أمامكم المشهد مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي.
أمامكم ف أجواء رائعة وجميلة جدا مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. أمامكم الصورة دي الأجواء المباشرة من داخل عمارة بن سمان، حيث الأجواء رائعة وجميلة جدا مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ينتهي هذا النقل المباشر. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.